أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة التغيير، الساعات الأولى من برنامج من بغداد. ضيوفي لهذه الحلقة سيكون السيد جاسم العزاوي مدير إعلام نقابة الأطباء في الجزء الأول، وستكون قسم من المناشدات واتصالات المواطنين. ومن المؤمل أن ينضم إلينا أيضا السيد سيف العزاوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. في الجزء الثاني سيرافقني ضيوفا الدكتور هشام الهاشمي الخبير الأمني والاستراتيجي، والنائب عن تيار الحكمة الأستاذ علي العبودي. مشاهدينا الكرام، يعني الكل يدرك تماما حجم الأزمات التي يمر بها البلد والتحديات الخطيرة والقلق الذي يعتري الناس من المجهول لما يجري أو سيجري غدا. أزمات متفاقمة ومتفاعلة إلى الحد الذي يثير قلق الناس، ونحاول في كل مرة أن نفتح آفاق وصلات مشتركة ومنبر يجمعنا معكم للتواصل لتبديد كل هذا الذي يجري. كورونا وأزمة اقتصادية خانقة يمر بها العالم كله، بالإضافة إلى الأزمة السياسية التي يعيشها أو تعيشها الطبقة السياسية التي ابتلينا وابتلى الناس بهم، الذين يحسبون مصالحهم فوق مصالح الوطن ويظهرون علينا بكلمات وعبارات منمقة لا يقبلها عاقل ولا يقبلها مجنون. كورونا هي أشد جنونا في كل القرون والسنوات التي مضت، خصوصا أنه العراق في مراحل أو أيام أو الأسبوع الماضي قد بدأت الإصابات به تتراجع، ولكن الآن الإصابات بدأت ترتفع، والمتوسط الحسابي لدينا هو الأسبوع الماضي، وهذا يثير لدينا ولديكم تساؤلات كثيرة. ولذلك يرافقني في هذه الساعة الأستاذ الدكتور جاسم العزاوي مدير إعلام نقابة الأطباء. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام حبيبي أستاذ نجم، ورمضان كريم عليكم وعلى كادركم وعلى جمهور العراقي أجمع. ربي يعيد عليكم وعلى شعبنا باليمن والخير والبركات. دكتور، أنتم راقبتم كما الجهات المختصة أنه بعد أن أطلقت خلية الأزمة حظر التجوال الجزئي بدأت الإصابات ترتفع، أنتم الآن أو خلية الأزمة هل مطالبة بمراجعة هذا القرار؟ حبيبي أستاذ نجم، بالنسبة للحظر مثل ما تعرف حضرتك هو أحد الأساليب المعيارية الأساسية في القضاء على الأوبئة، وكان تجديد الحظر بالحقيقة ناقص بشكل كبير، لأن ليس بالحظر وحده نستطيع القضاء على كورونا. الحظر كان لازم يكون وياه شيئين آخرين، الأول هو استمرار التوعية، والتوعية بشكل كبير. احنا بالحقيقة التوعية اللي قصرت بيها الحكومة أخذناه على عاتقنا احنا من ناحية نقابة الأطباء ووسائل الإعلام الغير حكومية، وكوننا مجموعة كبيرة من الإعلاميين والأطباء، وقدرنا أن ننشر الوعي بشكل شفاف باللي نقدر عليه، بس بقى موضوع الوعي ناقص وما وصل بشكله الطبيعي. الشيء الثاني أنه الحظر بحاجة إلى تفهم إلى نفسية الناس وإلى حالتهم المعاشية وإلى حالتهم الاجتماعية، هذا لم يحصل، وكنا إحنا حذرنا من قبل شهر ونص أو شهرين، قلنا فيما إذا لم تلتفت الحكومة إلى الحالة المعاشية للمواطنين، ومثل ما تعرف حضرتك ويعرفون كل المجتمع أنه بحدود 40% من شعبنا هو يعيش على قوته اليومي، بقدر ما يدخله باليوم هو يأكل ويشرب، فإذا قعد بالبيت مين راح يأكل ويشرب؟ لا عنده مدخرات ولا عنده أمكانيات أخرى ولا عنده مراكب تشتغل له. فهاي النقطة بالحقيقة احنا نبهنا عليها، لذلك انه بدل ما يضخون الأموال للمواطن وينطون مساعدات وهو جالس في بيته، ضغطوا على خلية الأزمة بفك الحصار وبشكل جزئي وسبب لنا هاي المشكلة. احنا اذا ناخذ تجربة الصين، تجربة الصين فرضت الحظر الشديد جداً،
بس مع الحظر الشديد جدا قدمت مساعدات بمستوى عالي بشكل كبير جدا. المواطن كل شيء يجي إلى بيته، وفي نفس الوقت استخدمت التكنولوجيا بأعلى مستواها واستخدمت الإمكانيات الصحية كلها خلتها في خدمة هاي المدينة. ولذلك أستاذ علي الفيروس، أستاذ جاسم، أنت تقول مثل هذا بالمثل، لو موت لو يعمن عيوني، لا الدولة الولد عندهم فلوس ويعيشون الناس، ولا الناس عندها مدخرات وتعيش، ولا من تقدر تفضل بحظر التجوال تقدر السيطر على انتشار وسعة هذا الفيروس، وبالتالي ما هي الحلول؟ لا تنطيني، لا خليك ولا خلي رحمة الله تجيك، شنو الحل كخيار علمي؟ هنا نحكي الحل هو تدري انه تقصير الحكومة دائما ترمي على الشعب، ففي حالة التقشف تم رمي الأمور على الشعب وقص رواتبهم، وهسه في حالة القصور بالكورونا هم تم رميها على الشعب، قاموا انه احضروا الناس بدون ان يقدمون لهم مساعدات ويقولون انه الناس هي مقصرة بسبب خروج الى الشارع. الناس وصلت الى حد من التوتر النفسي ومن الضيق المعاشي بشكل كبير. كان المفروض انه الحكومة تبحث هاي النقطة وتدرسها من اول يوم، كيف راح الناس تعيش في بيوتها بدون دخل يومي، كل واحد يشوف أطفاله قدامه يتلوون، وكل واحد يشوف عائلته ويشوف نفسه أنه هو ما قادر على أنه يقدم المساعدات المالية للمواطنين. وبالنسبة كذلك بالنسبة للأمراض الأخرى، المرضى المصابين بالأمراض المزمنة اللي ما يقدرون حتى أنه يوفرون أدويتهم وما يقدرون يوصلون إلى المستشفى، لأن كل الجهود تقريبا أو 50% أو أكثر من الجهود تم رميها بجهة كورونا، وتم نسيان الناس الآخرين اللي هم المرضى بالأمراض المزمنة. هنالك تقصير، احنا نقول ما نريد انه نرمي الأمور عليهم، علينا أن نتدارك الموقف وعلينا أن نتحد ونحاول أن نشتغل للقضاء على هاي النقطة، وبعدين ممكن أنه نتعاتب في يوم آخر. يعني دكتور، هل تعتقد الآن وأنتم اختصاص تراقبون أنه هذا الفيروس يطور من نفسه؟ لأنه الآن يعني تصلنا أخبار ومن تقارير أنه الآن حالة غير مشهودة سابقا، أنه المرضى الآن خلال يوم يومين ينتقلون إلى أجهزة التنفس الاصطناعي. في الأسابيع اللي مرت ما كان أكو هذا الشيء موجود، وهنالك من يبشر أو يحذر أنه هذا الفيروس أوروبي بدأ ينتقل إلى منطقة الشرق الأوسط. نعم دكتور. الصوت اي هسه حبيبي، بالنسبه للمرض طبعا هو بالتاكيد هذا الوباء جرثومه مستجده، هي الطور السابع من كورونا، وهاي الجديه الاشياء اللي استجدت بها خلتها مجهوله بالنسبه لنا، لذلك لا نستطيع ان نصنع لقاح ولا نستطيع ان نطرح علاج لها بشكل خاص، وهاي الجرثومه لا تزال تجدد نفسها، وممكن انه يطلع لنا طور اخر واحنا ما مستعدين ولا لم نستطع القضاء على الطور اللي سابقه. والخاصيه الاخرى انه سرعه الانتشار اللي بها، فاذا هي هاي الجانبين اللي هي احنا نخاف من عندها. والمشكله انه احنا كنا بالعراق خايفين بشكل كبير، وقد يكون رب العالمين رحمنا انه كنا الناس كلها كانت تنتظر ماذا سيحل بالعراق عندما يدخل هاي الجرثومه. لو كان عندنا اجتياح كبير لهاي الجرثومه في بلدنا وبهاي سرعه الانتشار الكبير، ونظامنا الصحي هو نظام متردئ ونظام يعني مستوى من اوطى مستويات الصحه بالعالم، تقريبا الرقم 176 حسب التسلسل العالمي، لذلك كان ممكن انه يصير عندنا كارثة بالعراق وتصير عندنا مشكلة وينهار نظامنا الصحي مثل ما انهارت اعظم الانظمة الصحية بالعالم. فالمشكلة انه كان يراد انه نضخ امكانيات جديدة وانه نطور عملنا وانه نتخذ اشياء
من الأشياء اللي يجب أن نتخذها هو أن نستدعي كادر الطبي. عندنا كادر طبي يتكون من 3000 طبيب تم إحالتهم على التقاعد في واحد واحد، وذول 3000 طبيب اللي هم قمة الأطباء في العلم والمعرفة، وهاي أحد الأشياء اللي قد يكون بها سوء التدبير من خلال القائمين على النظام الصحي ومن القائمين على التفكير بالنظام الصحي. النظام الصحي هو ليس بعملية قرار معين يتخذه شخص، وإنما هي صحة المواطنين كلهم، وصحة المواطنين لا تعني وزارة الصحة فقط. لذلك كان المفروض أن ينظرون بمنظار دقيق لهاي الأمور. أولا الأطباء الكوادر لابد أنه تسترجع فورا للعمل، وهذا ما صار. والشيء الثاني أنه الأطباء اللي هم بالواجهة هم يا دكتور جاسم، خليني أكون صريح وياك، هم يفتهمون بشغلة واحدة، هم يفتهمون يبوقون البلد، وبعد ما تفرغ ميزانية البلد حتى يوفرون فلوس يرجعون على الكوادر والكفاءات يبطلوها. تجي أزمة ثانية يقللون رواتب المتقاعدين ورواتب الموظفين تحت الادخار الإجباري. ذيك الأزمة مال داعش باعوا البلد وسووا ادخار إجباري، لليوم فلوس الادخار الإجباري ما ردت الوادم. هذه سياسات ممنهجة ليست بغريبة أن نستغربها أو نستغربها في وقت الأزمة. تعودنا على هذا الحال حبيبي. خلي هسه شوية يكفرون عن ذنوبهم، يعني هم هسه بحاجة إلى أنه يجلسون جلسة ويا نفسهم ويشوفون اللي صار بالعراق. احنا بالوقت الحاضر بحاجة، كل مواطن عراقي بحاجة إلى ما لا يقل عن 30-35 ألف دينار يوميا على الدولة من ميزانيتها، وعليهم أن هم يتبرعون. مو إحنا بدنا نلاحظ أنه الدولة وهم يناجدون الناس على أنه تتكافل اجتماعيا وتتضامن، يقوم الإنسان الموظف البسيط يقسم خبزته ويا الآخرين من أخوانه من عائلته بالوقت اللي هم. دكتور إيش قد حاجتكم الآن فعلية وقائمة وملحة إلى الأطباء الذين تم تسريحهم قبل 3 أو 4 أشهر حقيقة؟ يعني حبيبي كلهم محتاجيهم. ذولا أصحاب الخبرة عزيزي، ذولا هم الرواد الصحة بالعراق، ذولا كلهم محتاجيهم. والأطباء الجدد هم صار لهم سنة ما حد معينهم وكلهم محتاجيهم. احنا بحاجة إلى كوادر طبية 3 أضعاف اللي موجود بالعراق، اللي عندنا بحدود 28-30 ألف اللي هم يخدمون بالصحة. احنا بحاجة إلى ما لا يقل عن 120 ألف طبيب. عندنا مشكلة كبيرة بالكوادر، وهم بالحقيقة يهزمون. أنا سألت هذا السؤال الشباب للسيد وزير الصحة، قال عندما نحتاج فإننا نستدعيهم. الآن موقفنا تمام. يعني قد يكون ما قال السيد الوزير غير دقيق. أنا أقول بهذا التصريح، ما قال السيد الوزير غير دقيق. خلي يرجع السيد الوزير للإحصائيات اللي هو ناشرها، اللي ناشرتها وزارة الصحة. يقول لك إنه عدد الأطباء عندنا 0.7 بير 1000 بير، يعني بالوقت اللي هي إحنا أقرب دولة إن الأردن 3 أضعافنا والسعودية 4 أضعافنا، وإذا تريد النمسا وغيرها بالحقيقة احسب الحساب. الشيء الثاني عدد أطباء الأسرة اللي هم هسه شايلين جزء كبير من أعباء المشكلة، وأطباء الطوارئ اللي هم هسه تقريبا بالمدفع. ترى أطباء الأسرة عندنا 500 وإحنا محتاجين 35 ألف. خلي السيد الوزير أن يراجع هاي الأرقام، لأن هو ظاهر ما مراجعها، لأن هو الرجل قد يكون غريب عن النظام الصحي، فده يحاول أن يعيش في أجواء خاصة ويطرح ما هو يعتقده. أما من ناحية المعاناة والواقع اللي إحنا عايشيه في القضية، مو مثل ما تفضل السيد الوزير. والسيد الوزير حقيقة قد يكون رجل محترم، بس أكو عنده نواقص معينة بفهم النظام الصحي العراقي، لأن خبرته به 4 سنوات، إحنا اللي خبرتنا به تقريبا 40 أو أكثر سنة. هو خبرته قد يكون بالنظام البريطاني، لأن عنده خدمة بالنظام البريطاني 49 سنة بين بريطانيا وأمريكا، قد تكون خبرته تنفع هناك، بس خبرته هنا في داخل العراق لا. إحنا عندنا نقص كبير بالكوادر، وهذه هي الحقيقة. بحاجة إلى 35 ألف طبيب أسرة حتى نكون نظام صحي. خليني كيف. أبقى في كورونا. خلي نقول 3500 حبيبي. في قضية كورونا الآن
أنتم كأطباء ومختصين، هل تلاحظون أو تشعرون أو لديكم معطيات تشير على أن هذا الوباء في تراجع، أم أننا ننتظر صفحات لاحقة قد تكون مفاجأة دكتور جاسم؟ الشق الثاني من حديثك هو أصح. إحنا هسه الوباء تحت السيطرة في بلدنا، تمام، وهذا هو تحت السيطرة بفضل الجهد اللي بذلوه الأطباء والممرضين ومقدم الخدمة الصحية بشكل عام، ومعاهم الإعلاميين ومعاهم كل الجهات الأخرى، الدفاع المدني والجيش والشرطة. فالجهود اللي انبذلت جهود عظيمة خلت الوباء تحت السيطرة. نقدر نقول بهاي النقطة احنا وضعنا هسه الوباء تحت السيطرة. أما ماذا يستجد بعد يوم، بعد يومين، بعد 10 أيام، على بداية الخريف القادم، هاي الأمور كلها متروكة للمجهول. لحد الآن ليس لدينا تصور، لأن المرض ليس هنالك دراسات واضحة عليه، ولا يزال المنحنى عندنا متذبذب ومتذبذب جدا. وهسه بالوقت الحاضر أكو تخوف أنه يصعد المنحنى بشكل كبير، بالرغم من يعني درجات الحرارة صارت أحسن، وكنا نتأمل أنه بدرجات الحرارة يخف، بس المشكلة لا تزال موجودة. شنو حقيقة أنه ممكن يعيش لفترات أقل ضمن درجات الحرارة؟ هذا جانب، يعني هل فعلا هنالك من يقول، وقالوا بهذا كثيرا، والأخبار يعني غير مستقرة عند نقطة معينة؟ كلامك صحيح، كلامك صحيح، الأخبار غير مستقرة والبحوث غير ثابتة، وهناك بحوث تأتي من كل مكان، كل بحث قد يناقض بحث آخر، بس إحنا لا ممكن أن نستطيع أن نعتمد على بحث واحد. البحث الواحد لا ينفع ولا العشر بحوث تنفع، لابد أن تكون بحوث عالمية من كل جهات العالم تتطابق باتجاه واحد، ذاك الوقت لازم نعتمدها. الحرارة تساعد على قلة انتشار المرض، نعم، لأن هو الحرارة تأثر على الرذاذ اللي ساقط على المناطق المناضد، على الأفرشة، على أي شيء آخر قد يكون يؤدي إلى تقليل عمر العمر المخصص للفيروس، بدل ما 12 ساعة يسوي 2 ساعة أو لربما أقل من 2 ساعة. في هذا الجانب نعم، أما من خلال الانتقال المباشر والرذاذ والانتقال بطرق أخرى، قد يكون تماس مع اللعاب، تماس مع الدموع، أي شيء من القبيل هذا، فهذا ما راح يوقفه. قد يكون يقلل الحرارة من عنده بس لا توقفه. والبحوث لحد الآن غير ثابتة، ولربما يطلع لنا تغيير جيني جديد بالجرثومة تؤدي إلى التفكير. نعم دكتور. دكتور جاسم العزاوي، مدير إعلام نقابة الأطباء، شكرا جزيلا لك. أيضا مشاهدي الكرام، ينضم إلي الآن الدكتور سيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة وخلية الأزمة. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. وأنت لك يا مشاهدين الكرام. نعم. وأشكر دعوتكم الكريمة للمشاركة في البرنامج. تحية لكم أنتم الجيش الأبيض ولكل الجهود التي تقدمونها أستاذ سيف. وأنا يمكن على حد معلوماتي أنت اليوم بالنجف بكربلة تفتتحون مستشفيات. نعم. هذه المستشفيات التي تفتتحوها الآن، هل هي مستشفيات جاهزة، مستشفيات اكتملت، هل هي مخصصة للحجر الصحي؟ الحاجة القائمة لإنشاء وتوسع مستشفيات كبيرة؟ شكرا جزيلا. نعم فعلا اليوم في كربلاء تم افتتاح ردها ثالثة وظيفت لمؤسسات وزارة الصحة. ردها اليوم اللي افتتحها السيد وزير الصحة والبيئة دكتور جعفر علاوي ضمن مستشفى الهندية العام. فهذه ردها ستزيد من السعة السريرية المخصصة للتعامل مع حالات كورونا المشخصة. وتتعرف حضرتك في بداية أول ما ظهر المرض في العراق كانت كربلاء تسجل أعداد كبيرة مع شديد الأسف، لكن الحمد لله الآن جهود الجيش الأبيض كما عبرت وبجهود المواطنين طبعا وسائل الإعلام والقيادات المجتمعية والقيادات الدينية، الآن كربلاء انخفضت فيها أعداد الإصابات، تمر عدة أيام دون تسجيل أي إصابة والحمد لله. النجف لا زالت يعني انخفضت أيضا الإصابات لكن لعدة أيام، لكن لا زلنا نسجل حالات إصابات
في محافظة النجف الأشرف وفي بغداد أيضا دكتور في سجل. نعم بعد ما أن وصلتم إلى أرقام كانت مطمئنة جدا، ولكن بعد حظر التجوال الجزئي ارتفعت هذه الإصابات، هل أنتم بصدد الرجوع عن حظر التجوال الجزئي والعودة إلى حظر أكثر صرامة من الحظر الذي كان للضرورات التي شهدناها؟ نعم، أولا بين حضرتك أنه القرار ليس قرار الصحة فقط، الصحة جزء من اللجنة العليا. نعم. وزير الصحة عضو في اللجنة العليا ويبين الرأي الفني العلمي قدر تعلق الأمر بوزارة الصحة والبيئة، فقرار الحظر أو قرار الحظر الجزئي أو غيره هو قرار لهيئة عليا لمؤلفة من كل الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع. ثانيا تعرف حضرتك فترة حضانة الفيروس يعني هي من يومين إلى أسبوعين، فإذا افترضنا أن اليوم أكو أي تصرف أو أي حركة في المجتمع عدت إلى إصابات، من يتوقع ظهورها نفس اليوم أو ثاني يوم أو على الأكثر بعد يومين مثلا؟ نتوقع عدة أيام حتى تبين هذه الأعراف. فالقرار رفع الحظر الجزئي لا زال يعني إذا افترضنا أنه صارت إصابات أول ما طبق، فإحنا نحتاج إلى بعد وقت لدراسته، لكن الكل شاهد وحضراتكم متابعين دقيقين لاحظتوا أنه انخفضت أعداد الإصابات في العراق حتى وصلنا إلى 15 إصابة باليوم. تمام. بدون وفيات، ومن ثم صعدنا 19 20 30 وصار لنا يومين في أفق الخمسينات. وأيضا أكو موضوع آخر مهم قبل ما ينتبه إلى، إحنا كنا وصلنا إلى أنه أعداد حالات الشفاء أكثر من الإصابة، وهذا تمام مهم. تمام. لأن إحنا عندنا كل يومين عدد تراكمي من 600 نزلنا إلى 400 يعني حالة راقدة، الآن رجعنا نسجل إصابات أكثر من الشفاء، وهذا معناته أن الحالات تتراكم. فهذه مؤشرات تتابعها وزارة الصحة بدقة. يعني إذا كان القرار إذا كان القرار رفع الحظر هو قرار سياسي، فألا تعتقد يجب أن يبنى هذا القرار على الرأي الفني أن هم يستشيروكم نرفع لو ما نرفع؟ أنتم الآن تقودون المعركة، أنتم من يقدر مصلحة المواطن لأنه تتعاملون مع هذا الوباء، بالتالي أنتم أخذوا رأيكم برفع الحظر لو هم الولد من يوم سووه؟ لا، قرار ورأي وزارة الصحة كان واضحا بهذا المضمون، بس ما ننسى موضوع حتى نكون منصفين، ما هو نفس قرار الحظر بكل صراحة أنت تعلم وأنا أعلم والجميع يعلم أنه ما طبق بشكل تام، وخصوصا مع شديد الأسف وبكل صراحة ولا حد يزعل في المناطق الشعبية المناطق المكتظة التي هي بسبب طبيعتها المكتظة، طبيعة كثرة الكثافة السكانية عالية فيها، هي معرضة للإصابة أكثر من غيرها. الكل يعلم مع شديد الأسف أنه في كثير مناطق من بغداد وغير بغداد ما طبق بالشكل اللي رادته وزارة الصحة، لعلك تتفق معي في هذا. تمام. يعني شنو اللي ردتوه أنتو دكتور؟ بشكل 100% هو السؤال سيد الكريم عند مستوى التطبيق، يعني هسه مثلا موضوع الحجر المنزلي هذه الفكرة أو المفهوم هو يعتمد على مدى ثقافة المواطن نفسه، ترى وزارة الصحة مهما كانت أو أي جهد حكومي أنا شغلتي أنه أتكلم بقواعد الوقاية الشخصية، لكن أنا ما أستطيع أدخل للبيت وأجبر الشخص على أنه مثلا يهتم بالنظافة الشخصية ويغسل إيده وكذا ويحمي نفسه، لأن يبقى الدافع والوازع هو من الإنسان نفسه. ولذلك إحنا دائما وأبدا نؤكد على دور التوعية الصحية التثقيف الصحي ودور الإعلام، دوركم أنتم. وبكل صراحة بكل إنصاف إحنا بالبداية ما شفنا الاستجابة المطلوبة من وسائل الإعلام ومن الإعلاميين، لكن شهادة لله يعني شفنا دور فعال وكبير ومتصاعد ومتزايد، ومن حضرتك أنت بالذات أوجه لك التحية الله يسلمك تقدير واحترام لدورك في معاونتنا موضوع نشر الثقافة الصحية والتثقيف الصحي. يبقى المقياس والمعيار الأهم هو مدى التزام المواطن، نحن اللي نفترض أنه ماكو حركة بالشارع، لكن هل بالبيت أكو حركة؟ ما هي الموضوع تكاملي، يعني مو بس فقط أني أوقف الدوام أوقف السفر، لا، لابد أنه ألتزم بجميع قواعد التوجيهات الوقاية الشخصية والمجتمعية، وليس فقط لأن الحكومة تتابعني وتحاسبني. صدقني إذا ما كان الوازع والدافع من داخلنا نعم. ما ممكن أي جهة حكومية مهما كانت دكتور أن تفرض عليها هذا الشيء. نعم دكتور سيف، الآن يعني نعم. أنتم في الميدان وتراقبون الحالات بدقة ولديكم تقارير،
هل هنالك فعلا تطور جيني بهذا الفيروس الآن يخشى منه؟ نعم، سؤال جدا مهم. احنا تعرف قبل يومين صارت ضجة إعلامية من صارت حالة وفاة في المثنى، وكان تصريح إعلامي وسيء فهمه. طرحت هذه الفرضية بشكل يعني في أكثر من دولة لتفسير اختلاف مدى خطورة المرض أو الفيروس عند مقارنة عدد من البلدان، لكن لحد هذه اللحظة لا يوجد دليل علمي لا يوجد دليل علمي على وجود أكثر من سلالة من فيروس كورونا. الأكيد لحد الآن أن فيروس كورونا حاليا هذه الجائحة كوفيد 19 هو السلالة السابعة من عائلة فيروسات كورونا. أشهر الأنواع السابقة هو السارس والميرس إذا تذكر، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية. لحد هذه اللحظة حسب المراجع العلمية وحسب منظمة الصحة العالمية هو نوع واحد اللي موجود والمشخص، واللي احنا امتلكنا العدد التشخيصية لاكتشافه في المختبرات في العراق. ممكن انه غدا بعد غدا، انا ما اعرف المختبرات العالمية ايش ممكن تكتشف، او نفس الفيروس يتطور، هو احتمال يعني ممكن نظريا على الاقل، وهي فرضية وضعت ولم تثبت علميا لحد الان. تعرف المحافل العلمية كل يوم اكو افكار، طيب، اكو نظريات، اكو دلائل، وهناك طيب فرضيات تثبت وفرضيات تدحض. تمام. لحد الان سيدي الكريم هذا ما لها دليل علمي رصين لحد هذا. ما حقيقة، او هل هنالك فعلا انتم لاحظتم انه هنالك ظهور اعراض جديدة على المصابين بفيروس كورونا غير الاعراض التي تم تسويقها او طرحها؟ يعني احنا بشكل عام كل الحالات في العراق هي ضمن الأعراض القياسية التي وضعت من منظمة الصحة العالمية، اللي هي يعني بشكل عام يشبه أعراض الإنفلونزا معروفة، لكن تكون أشد. احنا المشكلة دائما وأبدا هو فئات الاختبار العالي، كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. انت تلاحظ شياب، نساء، المسنات، اللي هو أصلا صحته تعبانة، عنده عجز قلب، عجز كلى، أو اعتلالات مناعية. كل حالات الوفاة، وأنا مسؤول عن كلامي، كل حالات الوفاة في العراق حدثت لهذه الفئات، وهذا مؤشر جيد رغم أننا نأسف لكل إصابة ولكل وفاة، لكن إذا تكلمنا بشكل علمي وموضوعي كل حالات الوفاة التي سجلت هي لفئات الاختطار العالي أو لمن تأخر في مراجعة المؤسسة الصحية. زين دكتور، يعني دائما نأكد عليه دكتور، الأعراض نعم بشكل عام هي الأعراض القياسية نفسها في كل دول العالم. هي الطيف العراق، طيف الأعراض للمصابين في العراق هو ضمن هذا المعيار العالمي. نعم دكتور، ما أدري أكو خبر، هل هو نكتة، هل هو نعم حقيقة؟ يقال أنه هذا الخبر تم نعم اكتشافه أو سوق من فرنسا بناء على تجارب المدخنون هم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا. يعني خبر واضح أنه غريب وغير صحيح، لأن منطقيا هو الكورونا فيروس سيدي الكريم هو فيروس تنفسي يصيب الأغشية المخاطية وجهاز التنفسي بشكل عام، وسبب الوفاة الرئيسي هو من فشل العملية التنفسية، فشل الجهاز التنفسي. وانت تعرف المدخن، خصوصا المدخنين المزمنين، وما شاء الله شباب عندنا النرجيلة وغيرها، تشوفه هو صدره تعبان دائما وبلغم وسعال وكذا، فحتما أغشيته المخاطية والأهداب كثير من التفاصيل راح تكون أقل فعالية من الشخص غير المدخن، فحتما وأكيدا هو أكثر عرضة. زين، في سؤال أخير دكتور، أكثر احتمال الوصول إلى مرحلة المضاعفة. في سؤال نعم أخير دكتور، السيد وزير الصحة نعم قبل أسبوعين ظهر معي وقال أنه إحنا الآن المختبرات العراقية والأطباء العراقيين يعملون على لقاح تم تجربته بنسبة 15%. وين وصلت هاي نعم التجربة دكتور؟ نعم في العراق سيد الكريم إحنا طبقنا تجربتين علاجية. التجربة الأولى هي البروتوكول العلاجي اللي اعتمد العراق، واللي إحنا نفتخر أنه من أول وأفضل البروتوكولات التي اعتمدت. طبعا هو لا يوجد علاج أو لقاح فعال لحد هذه اللحظة، لكن هذا البروتوكول أثبت نجاحه في كثير من الحالات، وهناك دول متقدمة اعتمدت نفس البروتوكول لاحقا. هاي نقطة، يعني هاي براءة اختراع عراقية اعتمدتها الدول. يعني إحنا ما اخترعنا العلاج نفسه، إحنا تشكيلة من العلاجات التي تستخدم لأمراض أخرى
من ضمنها الكلوروكوين ومن ضمنها مضادات فيروسيه لامراض لفيروسات اخرى غير الكورونا. احنا اعتمدنا على عده مصادر علميه، دارت الامور الفنيه، قسم الامور العلاجيه اعتمد هذا البروتوكول وعمم على مؤسسات وزاره الصحه وحدد ايضا اجريت بعض التعديلات الطفيفه عليه، لكنه لحد الان هو البروتوكول المعتمد وناجح الى حد ما، واعتمدته دول عظمى متقدمه لاحقا بعد فتره اشهر مما اعتمد العراق. هاي واحده. اثنين، احنا اجرينا تجربه البلازما النقاهه، بدات في البصره، تسجل من البصره طبعا ولعلماء البصره. انه شنو الفكره؟ ببساطه انه احنا الاشخاص الذين شفوا من الاصابه يعني كان مصاب وطاب، اخذنا دمهم، عينه من دمهم، وفصلنا البلازما عن كريات الدم الحمر، واستخدمنا هذه البلازما. طبعا تفاصيل مناعيه ما اريد ادخل بيها، لان افترضنا انه هذا الشخص تكونت عنده نوع من انواع المناعه ضد المرض وجرب في المرضى اللي هم حاليا مرضهم فعال، والنتائج طيبه لحد الان وتحت التجربه، واعدناها في بغداد ايضا. واني راح استغل ظهوري في برنامجك الكريم دعوه لكل الاشخاص الذين شفوا من هذه الاصابه، ان راح تصير دعوه لهم لمصارف الدم لاخذ عينات من دمائهم حتى نستخدمها في الاستمرار بهذه التجربه وعلاج الاشخاص المصابين الاخرين. احنا غدا ان شاء الله راح نوجه دعوه رسميه من خلال وسائل الاعلام، لكن هاي سابقه لحضرتك وبرنامجك الكريم، انه انا من خلال برنامجكم وفضائلكم المحترمه اوجه الدعوه لكل الاشخاص الذين عانوا من هذه التجربه القاسيه، اكيدا مع تحياتي لهم وتهنئتي على سلامتهم، أن يراجعون مؤسساتنا الصحية حتى نستمر، وإن شاء الله يسجل هذا براءة اختراع للعراق ونجاح إن شاء الله لكادر العراق. أنا أشكرك جدا هذه الظروف الصعبة. الدكتور سيف البدر، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، شكرا لكم أيها الأبطال، بارك الله بكم. وأيضا مشاهدي الكرام، الخبر الحصري من الدكتور سيف البدر. وزارة الصحة تدعو كل الذين من الله عليهم بالشفاء من فيروس كورونا الذهاب إلى مصارف الدم في المحافظات للتبرع بالدم لغرض أخذ البلازما كعلاج لبقية الأخوة الذين يعانون من هذا المرض. وأيضا دعوة كريمة إلى شعبنا الكريم، بعد أن بدأت ترتفع الإصابات بعد حظر التجوال الجزئي، لا بأس أننا دخلنا في هذه التجربة، ولكن الآن يجب أن نتراجع ويجب أن نحتمي مرة أخرى في البيوت. أريد أن نقول الحرب كر وفر، وأيضا الحكومة العراقية وخلية الأزمة الآن مطالبة بمراجعة الحظر الجزئي، ولكن هي ليس أن تقعد الناس ببيوتها وما عدا خبز. أنتم أيها الحكومة مطالبون ولو هذه واجباتكم بأن توفروا قوتا للناس، لازم تطون فلوس للناس. أنتوا شفتوا بالرعاية الاجتماعية من انفتحت 12,500,000 فقير راح سجل، يعني ثلث الشعب العراقي ما عدا يأكل. هسا احنا ما نريد نتعاتب على ذني، قضيناها كلها معاتب، ولو على قولة ياس خضر، ولك لو تسوى العتب شا عاتب يتك. بس ما يصير نبقى وحدة بثر وحدة وحدة بثر وحدة بدون أن نلقي حلول، ولما تصير بينا الأزمات نمون على الطيبين، لأنه ما عندنا حكومة وما عندنا مرشح غير جدلي وما عندنا توافق، بس عندنا مرض، أزمات، فقر، دمار، تهجير، قتل، سجن، تهم، مخبر سري، قوى سياسية فاسدة، كل ذن عندنا. بس عندنا شعب كلش طيب، عندنا شعب يستحق الاحترام، بس لله في خلقه شؤون. اخذ اتصالات يا شباب. الشباب يقولوا لي عباس بن الحلة، اهلا وسهلا عباس، حياك الله عباس. عباس تسمعني؟ اروح لبغداد. عبد السلام، السلام عليكم استاذ نجم. حيا الله اخ عبد السلام، شلونك استاذ نجم؟ الله يبارك فيك عيني، اهلا وسهلا، حياك الله. نجم، مناشده الى السيد وزير الدفاع المحترم. اي. والى السيد مدير دائره الماليه في وزاره الدفاع حول مكافاه نهايه خدمه الاجازات المتراكمه للجيش العراقي السابق. ضباط ومراتب. صار اكثر من
15 سنه من 2003 ولحد الان، وهي مصروفه حاليا على موازنه 2019 أي. ولحد الان ما صرفوها لنا مناشده من يمكم بالله. أنا أشكرك يا عبد السلام، تسلم رحمة الله عليك. إذا هي مقرب موازنة 2019 يعني فلوسها موجودة سيدة طيف، سيد وزير المالية أو السيد مدير التقاعد، أطوهم إياه، أطوهم إياه. محمد بن البصرة، أين محمد؟ محمد تفضل نص التلفزيون يا محمد. عليكم السلام، رمضان كريم عليكم أستاذ. الله يبارك بيك عيني. انا ما عندي رصيد صراحه اختصر الموضوع، هسه احنا كورونا اي خطا يا محمد، والله اسف يا ابو جاسم. اي ايش عندكم شباب؟ انا هذا القضايا اللي عندي، انا كنت للشباب اقول لهم حصلوا للسيده افراح، لانه ابو حيدر واحد من الناس اللي ماخذ قرض 50 مليون من صندوق قرض الإسكان، والتعليمات تقول القسط الشهري 291 ولمدة 15 سنة. يقول ورا ما أجينا سددنا تبين أنه القسط الشهري 430، وأنه هاي الشغلة مبادرة مصرف الرافدين أنه القرض مدته 10 سنوات وليس 15 سنة، فيطلب أنه إعادته لمدة 15 سنة، لأن 430 هو الموظف ايش قد راتبه. فمحمد ايه يلا ابو جاسم، محمد ما محظوظين ايه. فهذه ان شاء الله باكر يا ابو حيدر عسى نحصل السيدة افراح. اي شغلة انسانية هذه، دول اللي ايضا انا قريت لهذا جماعة الشاحنات. بس ايضا اكو قضية انا اثارت انتباهي، ضابط اسير بالحرب العراقية الايرانية بعد 15 سنة اسر رجع، انا يقول بال 2003 وطلع التقاعد بال 2006 برتبة رائد مجند كجريح حرب، وعندي عجز 90%، ما حصلت على مكافأة نهاية الخدمة ولا حاسبين على ضحايا الارهاب، ممكن ننتظر تنظر في قضيتنا؟ لا يعني هم شلون يحسبونك على ضحايا الارهاب؟ يعني انت اسير ويعني قاتلت، ومن حقك انه يحتسب لك على اساس 90%. واحد يقول عندي حادث سياره بتاريخ 29/2/2020، يقول اصطدمت سياره تاكسي بسياره ابن محمد حسين علي بمفرق الصقلاويه، يقول ادت الى وفاه ولدي محمد حسين علي رحيل وصاحبه الرائد اسماعيل، واصابه شخص ثالث معه بكسور بالساعه 10:30 ليلا. يقول كان صاحب السياره التاكسي اللي صدم محمد الله يرحمه بحاله سكر ويسير بسرعه 180 كيلو بالساعه، واحترقت سياره ابني ونقلوه المستشفى الفلوجه وتوفى هو وصديقه، وعرضت الدعوه على حاكم التحقيق في الفلوجه، واطلق سراح سائق التاكسي بعد يوم من الحادث بحجة أن التقصير على شركة إدامة الطرق لم تضع إشارات على مكان الحادث. اسمع يا أستاذ ستار بالقدار، بسبب كثرة الطسات، سيادة القاضي قرارك محترم ما لا اعتراض عليه، بس ترى هاي بالفلوجة مو بدبي، أكيد أنت مار بهاي الشوارع. عموما يقول هو بنفسه رفع قضيتنا الى القضاء العادل، واذا السيد فايق زيدان او الدوائر المختصة في مجلس القضاء يردون تليفون هذا الرجل يمي. ايش عندكم اتصالات من بغداد؟ ابو ايمن تاج راسي، حي الله ابو العراقي. حي الله ابو ايمن، شلونك يا اخوي؟ شلون صحتك؟ تفضل عيني مرحبا. تاج راسي الله يرضى عليك استاذ نجم، بس شغله العفو فدوى لعينك. اي وهذا شهر رمضان وسيد السيستاني اطلق صراح هذا اللي تعدى عليه، الله ارحم الراحمين، فدوى لعينك. والله انا اليوم شهرا والله استاذ نجم، لا مواجهه لا ملابس لا فلوس ان شاء الله. بدعم الحجيه ان شاء الله، علي بامك
يمك الطاهر استاذ نجم، لا تنسى هذا الموضوع. ان شاء الله عيني، ان شاء الله ان شاء الله. من عندكم؟ الو، وصفي من البصره. اهلا اخ وصفي. الله يسعدك، السلام عليكم. حياك الله اخ وصفي، حياك الله. شلونك استاذ نجم، شو صحتك؟ اهلا. مشاور قانوني وصفي غازي من البصره. حياك الله اخ وصفي، تفضل. من المحاليل اللي تقاعد قسرا بالوجبه الاخيره استاذ. اي اي، يعني احنا اتممنا 4 أشهر بدون راتب. هذا الموضوع انا حكيته، هذا حكيت الموضوع، حكيته وناشدت اكثر من مره. اي، وننتظر. يعني شلون شو نسوي؟ ننتظر، ننتظر السيد احمد السعدي، انه خلال هاي. مو يم احمد السعدي شغلتنا استاذنا العزيز، التقاعد استاذنا العزيز، التقاعد مالك استاذنا العزيز. انا ما جاي اقول لك على التقاعد، انا عندي اعتراض واحتجاج بانه هذا مخالف للوظيفه. مو انا ما سمعت قبل ما سمعت قبل شويه ايش قلت اني، وقبل شويه سيف البدر قال 3000 طبيب من خيرة الكفاءات العراقيه طلعوهم. اي نعم، استمعت صحيح. البرنامج لو لا انا ما لحقت عليها والله. اي هاي قبل شويه نحكي، وانا في كل حلقه احكيها. يعني هاي قضيه ترشيق، هاي قضيه ترشيق نفقات الدوله مو على حساب القوانين، ومن تطلعوهم عموما. استاذ هاي مثل الاباده، يعني احنا اباده جماعيه. يعني مو انت يعني الان تحكي لي على الان. اخ محمد من البصره تفضل. السلام عليكم استاذ نجيم. حياك الله اخ محمد، تفضل عيني. انا قبل شوي اتصلت عليك وانقطع الخط، ارجو المعذره. استفاد من الوقت اخ محمد. الله استفاد. استاذ نجيم، احنا الحكي هواي ما اريد نسولف بيه. احنا تعبنا نفسيا، تعبنا وجسديا، تعبنا وماديا. أي، تعبنا. اي انا شغله واحده اقول، انا ما اعتب على الحكومه ولا اعتب على الدول المجاوره، اعتب على المجتمع النايم. المجتمع العراقي داوم. اي هذا المجتمع العراقي ما يغير الله قوما الا يغير ما في انفسهم. احنا محاصصه واحزاب. اي احنا محاصصه واحزاب، وشي جر عرض وشي جر طول ما يصير لنا شارع. احنا بالميناء، انا احكي وياك داوم بالميناء. فوت لي بالموضوع. اي استاذ نجم، الميناء. اي الميناء 3 مليارات 4 مليارات يوميا مو شهريا. اي يعني يقدرون يطون رواتب الموظفين. المن هاي 3-4 مليارات محمد؟ المن هاي؟ وين كلها بوك؟ كلها احزاب. الله وكيلك. لا 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 مليارات. لا لا الاحزاب، الاحزاب هاي جاي ترجع لي ورا. هاي الاحزاب تفوق محمد، هاي الاحزاب هاي النهار كله تصلي والنهار كله تعطي مساعدات وقاتلت هاي الاحزاب. الاحزاب يبوقون محمد. اقول لك استاذ نجم والله العظيم كتمنى الجوع. هاي الرواتب المدرس ال 35 سنة يخدم، اي 34 سنة يخدم، والله يقولوا راح يصير نص راتب ربع. انا احكي يا اخواتي 4 مدرسات، اخواني 4 موظفين، راتب ماكو، والميناء بصفنا مليارات. الله وكيلك مليارات. هاي كذوبة، هاي مال والله تقشف وبرميل النفط نزل. أي. وهاي السوالف هذا كلها الضحك على القضغون. انا ما اخذ من وقت البرنامج. انا اشكرك يا اخ محمد. اخر اتصال احمد من بغداد. حياك الله اخ احمد. الو السلام عليكم استاذ نجم. اهلا وسهلا، ميت هلا. والله انا ما عندي شيء، حبيت اني اشكرك واشكر قناه التغيير على هاي البرنامج، ما شاء الله عليه الدائم السباق بالحدث والامور اللي الله يسلمك يحتاج المواطن العراقي. أني أشكرك أخ أحمد. والله يعني ما أعرف شلون أشكرك أستاذ نجم، أنت ما شاء الله عليك يعني محبوب الكل، والله كلها تحبك والله. الله يسلمك، وأنا أتشرف. كلها تحبك. أنا أكلمك من العراق من فلوجة والله. ربي يسلمك ويسلم أهلنا بالفلوجة وأهل الفلوجة. والله المحبة خاصة لك أنت، يعني يحبوك ويعزوك دائما والله دائما. أهلنا أهل المضايف رفعة الرأس. مشاهدي الكرام، ترى أنا كل الرسائل عندي هاي، شوفوا إخوان هاي أنا أسحبها كلها، كلها موجودة وكلها ملزم أقرأها وكلها أحاول. أقسم لكم بذات الله كلها عندي بالبيت فايل، ياهو اللي يجي راح أطلع. احتمال الباكر أنا راح يكون ضيفي السيد محافظ بغداد، والشكاوى اللي إجتني للسيد محافظ بغداد راح أنقله، وأيضا أحاول أحصل وزير العدل حتى أنطيه مالات السجناء ومالات المعتقلين ومالات العفو العام. ترى والله وحق ضيم العراقيين أعاني حتى أجيب المسؤول،
يعني في سبيل انه نتذاكر وياه، لان انا اعرف مشاكل اهلنا واعرف الهموم والدق بقلبي. فمرات انتو لا تقولون نجم هم الرسالة، كلهن موجودات، بس مرات انا اجل شيء اقول عسى ولعل اجيب صاحب الاختصاص في سبيل ان اتناقش وياه. مشاهدي الكرام، انتهت الساعة الاولى، اروح الى الساعة الثانية من البرنامج من بغداد، القضية السياسية والتي سيرافقني بها بعد الفاصل الخبير الامني والاستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي، ونشوف طلابة الحكومة وين تصير. تابعوني بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام، الساعة الثانية من بغداد، الجزء السياسي. مشاهدي الكرام، العالم كله اليوم منشغلا في كيفية إيجاد لقاح أو مصل أو علاج لوباء كورونا، لأنه وباء خطير ضد الإنسانية وضد الحياة وضد الألفة وضد التجمع. بالمقابل، كل القوى السياسية اليوم منهمكة، ليلها مع نهارها سود علي، تبحث عن مرشحا يحقق لها استحقاقاتها ومغانمها ووجودها وحقها الانتخابي كما تسميه. في ظل هذه الأزمات وفي ظل هذا التعثر وفي ظل هذا الإخفاق وفي ظل هذا الفساد، كلش تعبانين الولد ليل مع نهار. في الجانب الآخر أيضا الشعب يبحث في خيارات صعبة ودقيقة وفي زمن صعب، كيف يستطيع أن يعالج كورونا التي ظهرت فيه من عام 2003 لحد هذه اللحظة؟ لأن كورونا بالعراق لا تشبه كورونا اليوم التي في العالم. يمكن مستوى الإصابات في كورونا المستجد وهو الجيل السابع لا تساوي ذرة من كورونا التي نعاني منها وتعايشنا منها. ما عدنا يمكن احنا وفيات بكورونا 80-90-100، ولكن مات لدينا ملايين من وباء كورونا من عام 2003 لحد الآن. خطر يداهم هذا الشعب يأكل في جسده، والقوى السياسية ما زالت منشغلة. هذا المرشح الثالث إلى الآن متعثر متلكئ، ليس لأنه لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية أو أن يؤديها، ولكنه القوى السياسية تريد منه أن يرضخ في محرابها وأن يقدم لها ولاءات الطاعة وأن ينحني لها حتى يمر. إن كان الحديث بالأمس سرا وتحت الطاولات، أصبح الحديث اليوم علنا وتحديا أمام الناس والشعب. ولذلك هم الذين يجبرون الناس في ظل هذا الوباء أن يعود الثوار من جديد، كما خرجوا بالأمس في الناصرية واليوم بالديوانية، ولذلك انعدمت إذا صح التعبير الخيارات أمام هذه القوى في التعامل مع شعبها إن كانوا ينتمون إلى هذا الشعب. يرافقني ضيفا أخا عزيزا، الدكتور هشام الهاشمي، الباحث والخبير الأمني والاستراتيجي. حياك الله دكتور. حياك الله أستاذ نجم، مرحبا بك. من المقدمة أستاذ دكتور هشام، هل وطأت أقدام السيد الكاظمي على لغم، وهل دخل في منطقة محظورة
وبالتالي أين الحل؟ نعم، أنا أظن أنه السيد المكلف لديه حسابات لمثل هذه الخطوات. حينما جلس مع السباعية في أيام الأولى من التكليف أعطوه تفويضا، السيد الغبان برر أن هذا التفويض إحدى الكتل السياسية هي من أعطت هذا التفويض، لكن نعم هي سائرون أعطت التفويض، ولكن بقية الحاضرين من قيادات الكتل والمقاوضين في السباعية في البيت السياسي الشيعي هم رحبوا بالمقترح الذي طرحه السيد نصار الربيعي في تلك الجلسة، وسكوتهم كان يعني أنهم تم تفويض السيد المكلف بأن يختار الوزراء لكابينات البيت السياسي الشيعي بعيدا عن ما يعرف بالتوازنات والمحاصصة لكل كتلة. فوجئ قبل 3 أيام أن السباعية عدا سائرون تقول نسحب التفويض ونحن نريد أن نتعامل على طريقة المسطرة الواحدة كما تعامل البيت السياسي السني والبيت السياسي الكردي، هم من يرشحون لك وزراء فبالتالي نحن أيضا نريد أن نرشح وزراءنا. عيدت مرة أخرى الفكرة من جديد أن الكتل السياسية ترشح مرشحين على شرط أن لا يكونوا وزراء في حكومة السيد عادل عبد المهدي أو حكومة السيد العبادي، وأن لا يكون عليه جدل ومشاكل، واشترط أن يكون من جيل الشاب اللي هو تحت 60 سنة أو 50 سنة. نعم، بهذه المعلومات الدقيقة التي أنت تتحدث بها الآن، هل يصح القول أن القوى الشيعية الآن تمردت على السيد الكاظمي وستعيد نفس السيناريوهات التي حصلت مع علاوي والزرفي؟ أظن أنه السيد المكلف وضح من خلال تسريبات من مقربين منه أنه اقترح الكابينة ولم يرشح هذه الكابينة التي ظهرت في الإعلام، وأيضا الأخوة في السباعية من البيت السياسي الشيعي وهم القيادات قالوا سحبنا التفويض وريد أن معاملة بالمثل مع البيت السياسي الكردي والبيت السياسي السني، لكن هل هم ذاهبين إلى مماطلة والدخول في فترات زمنية تمدد لحكومة المستقيل السيد عادل عبد المهدي؟ لا أظن ذلك، لأن العراق في فترة الزرفي وفي فترة السيد علاوي كان أمامه تحدي، هو تحدي مطالب متظاهرين وهي واضحة، مطالب اقتصادية سياسية في إصلاح النظام السياسي، وأيضا في فترة الزرفي هناك أيضا تحدي آخر وهو التحدي الصحي انتشار وباء كورونا، لكن في حكومة السيد في تكليف العفو السيد الكاظمي زيد هناك خطر آخر وهو انحدار وانخفاض أسعار النفط في 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 بشكل يهدد الاقتصاد العراقي ورواتب الموظفين من كل طبقاتهم. هذا التحدي العفو هذا التحدي جعل العراق بحاجة لأن يستدين من صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي واضح في شروطه أنه يشترط أن يدين العراق أموالا بشرط أن تكون هناك حكومة جديدة. القيادات السياسية الشيعية والسنية والكردية تعلم أنه العراق لن يخرج من هذه الأزمة الاقتصادية ما لم يكن هناك مساعدات خارجية، والمساعدات الخارجية تشترط أن تكون حكومة جديدة، هي لم تشترط حكومة الكاظمي لكنها تشترط حكومة جديدة على اعتبار أنها ترى أن حكومة السيد عادل عبد المهدي عليها ملاحظات كثيرة. هذا الكلام دكتور للمرة الثانية قيل هذا الكلام على لسانك وعلى لسان السيد علاوي أيام تكليفة، ولكن أتوقف عند نقطة ذكرتها سيادتك أنه الكاظمي قال أنا اقترحت التشكيلة، وبالتالي عند هذه المفردة تماما أنه الكاظمي لم يكن حازما. ما معنى اقترح هذه التشكيلة؟ بمعنى رهنها هو بذاته
بموافقة القوى والكتل السياسية. ليش تصرف بهذه الطريقة دكتور؟ أنا أظن أنه السيد الكاظمي بحسب مدركه يعلم أن وجوده ليس وجود العصا السحرية لحل الأزمات الكبرى الثلاثة، الأزمة الاحتجاجية وأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية. بالتالي هو يرى نفسه بطريقة المعرقل لهذه الأزمات أو المخفف منها، وبالتالي هو رئيس وزراء أزمة يمهد لانتخابات مبكرة بقانون منصب، ويرى أنه لابد أن يشارك البيوت السياسية العراقية برسم هذه السياسة، لأنه يعلم أن هذه التحديات تحتاج إلى تشريعات وتحتاج إلى تصويت في مجلس الوزراء، وهذا لن يكون إذا ما كان هناك معرقل كبير وهو الكتل السياسية الكبيرة في البرلمان والكتل السياسية الكبيرة في مجلس الوزراء. لذلك هو يرى ضرورة المشاورة وفي رسم هذه السياسات المعرقلة لهذه الأزمات، ولا يستطيع أن يوقف هذه الأزمات، ويعلم جيدا أن هذا التحدي هو أكبر من وجوده في هذا الظرف. إذن ما هو الجديد الذي أتى به السيد الكاظمي؟ أنت الآن لديك تعابير دبلوماسية جميلة جدا، ونحن نفهم أنه بالعملية السياسية في العراق إلا خيارين، أما الخيار المحاصصة والعرف السياسي السائد، أما الخروج عن هذا. فهل السيد الكاظمي كان ذكيا لعب بمنطقة وسطى أم لعب بالمنطقة التي تريدها القوى السياسية؟ أنت قريب ومطلع، ما هو التوصيف الدقيق؟ أنا أظن التوصيف الدقيق أن السيد الكاظمي هو اختيار راجح لدى العبادي والحكيم والسيد برهم صالح، هذا كونه هو الراجح. وأيضا الكاظمي بالنسبة للفتح تراجعوا وتقهقروا عن الفيتو الذي وضعوه عليه، وبدأوا يدفعون باتجاه الاعتذار منه بسبب تلك الإشاعات التي ظهرت على الإعلام المقرب منهم. السيد المالكي ليس لديه فيتو عليه، هو قريب جدا من بيت البرزاني، وأيضا هو لديه انسجام مع كل من السيد الحلبوسي وخميس الخنجر وأسامة النجيفي. بهذه الصورة رأينا شبه إجماع في يوم التكليف في الحضور على تأييد تكليفه. أيضا هو لديه أيضا نوافذ جزء مع الفصائل المسلحة الشيعية بحكم أنه كان رئيس جهاز مخابرات، يستطيع أن يهدئ خلايا الكاتيوشيا السلاح المنفلت، ويبدأ معهم بحوار ربما ينتج سلاما بدل هذا العنف الذي نراه. وأيضا لديه نوافذ فاعلة ومؤثرة مع ساحات الاحتجاج، نعم ليس كل الساحات وليس كل الخيام وليس كل فئات المتظاهرين، لكنه لديه هناك نافذين وفاعلين في هذه الساحات. ربما هو جاء كرجل إطفاء وليس كرجل صناعة سياسات وآثار يستطيع فيها إصلاح النظام السياسي. النظام السياسي لا يمكن إصلاحه في حكومة أزمة وحكومة ما نسميها. قبل أن أنتقل دكتور، قبل أن أنتقل للخبير القانوني علي التميمي في سؤال سريع، هذا المرشحين الثلاثة خلال هذه الفترة أفرزت جملة من المؤشرات، في مقدمة هذه المؤشرات طبيعة المتغيرات داخل المكونات السياسية، مع كل مكلف يظهر تحالف من نوع جديد تذهب إلى التفاوض منفردة عن المكون والكتلة الأخرى. اليوم هنالك انشقاق عن الحلبوسي، انشق الخنجر وخالد العبيدي وأسامة النجيفي وكونوا كتلة اسمها المناطق المحررة، هنالك تحركات داخل البيت الشيعي وتحالفات من نوع جديد، تحالفات داخل البيت السني يتحدثون عن شيء اسمه المسطرة، ولكن نعم أكو مسطرة، هذه المسطرة تقيس مصلحة الحزب والكتلة بعيدا عن قياسات مصلحة الوطن. ها
هذه التحركات والتحالفات السياسية هل تعتقد أنها ممكن بالقدرة التي وصفت بها السيد الكاظمي أن ترشح وتنتج قائدا خلال هذه الفترة أو زعيما أو رئيسا؟ لا أظن هي هذه الفترة صناعة الرمز أو الزعيم الذي يؤثر تأثيرا واضحا في ترميم النظام السياسي الذي فيه الكثير من الثغرات، لكن أظن أن هذه الكتل السياسية في تحالفاتها، هذه تحالفات المناورة المؤقتة في سبيل الحصول على وزارة أكثر شأنا من تلك الوزارة المفترض أن تكون لها، فهي مناورات تستخدمها الأحزاب في كل المفاوضات من عام 2005 وصولا إلى اليوم، وهي أيضا ماهرة في استخدامها وأيضا ماهرة في استخدام الحرب النفسية الإعلامية في سبيل الضغط على المكلف حتى يقبل اشتراطاتها أو يقبل وزيرها. لكن ما هو مؤكد في وزارات المكلفين الثلاثة لم يستطع أن ينفذ أحد إلى الكابينة المقترحة أو المرشحة مقابل أموال، وهذا شيء جيد. المرشحين المكلفين الثلاثة كأنما هم انسجموا في هذا التحدي، أنهم لم يضعوا مرشحا أو مكلفا في كابينتهم الوزارية مقابل خدعة الأموال التي كانت في وزارات سابقة. أنا أشكرك دكتور، خليك وياي. أيضا ينضم إلي الخبير القانوني الأستاذ علي التميمي. الله بالخير أستاذ علي، رمضان كريم. رمضان كريم أخي العزيز، الله والنبي يحييك، شكرا جزيلا. شكرا. اليوم قد اطلعت على التصريح الذي قدمه حضرتكم بخصوص إذا لم يمر الكاظمي ووفق التقديرات الدستورية وصلاحيات رئيس الجمهورية، هل يحق له أن يقدم مرشحا رابعا أم كما تدعي حضرتك أنه على رئيس مجلس، على رئيس الجمهورية أن يتبوى منصب رئيس الوزراء لشاغرية المنصب، وبالتالي يدعو إلى حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة بموجب المادة 81؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالتأكيد المادة 76 بها الفقرة أولا، فقرة ثالثا، فقرة خامسا تتحدث عن الترشيح. في الفقرة الأولى يكون مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، ثم الفقرة ثالثا تقول لك مرشحا جديد، والفقرة خامسا تقول لك مرشحا آخر. ينتهي الموضوع بالفقرة الخامسة، لأن تعرف جنابك السيد الزرفي اعتذر قبل أن يتم التصويت بمنح الثقة من العفو من عدمها من البرلمان. نحن اليوم في الفقرة الخامسة وهي الفرصة الأخيرة الواردة بالمادة 76، إذا لم يتم التصويت على السيد المرشح الكاظمي أو لم يمنح الثقة أو انسحب، هنا طبعا بالتأكيد لا يوجد نص المادة 76 يتيح التكليف المجدد في هذه المادة، ومعروف وفق الفقه الدستوري أنه مواد الدستور هي يكمل بعضها البعض الآخر، فيتم الانتقال إلى المادة 81. قبل الانتقال إلى المادة 81 يا أستاذ علي، هل في نصوص الفقرة 76 أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يكلف ثلاثة فقط؟ أكو نص يقول هذا لو هو العدد مفتوح؟ هو أستاذ ملاحظ الفقرة أولا قالت مكلف الكتلة النيابية، عفوا مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، ثم جاءتك الفقرة ثالثا قالت مرشحا جديدا، ثم جاءت الفقرة خامسا التي نحن بها اليوم قالت مرشحا آخر. معنى ذلك أن عدد المرشحين هو ثلاثة في حالة الإخفاق، لأنه الدستور قالت مرشحا آخر وصمتت ولم يأتي شيئا بعدها السابق، لأنه من كيف يفسر هذا الصمت؟ أنت الآن تفسره على أنهم ثلاثة، غيرك يقول لا ليس هذا، لأن المنصب غير شاغر، إذا ذهب عبد المهدي فلديه نائبين هو ثامر الغضبان وفؤاد حسين. لا يعني استاذ الحديث عن رئيس مجلس الوزراء كترتيب اعمال شيء،
والتكليف لمنصب رئيس الوزراء بالترشيح في حالة الإخفاق شيء آخر، لأنه اليوم السيد عادل عبد المهدي يعني الشق الثاني في الموضوع، أنه الموضوع الأول اللي جناب قدر تتحدث عليه هو مسألة المرشح الذي يخفق ليحل بديلا عن عبد المهدي، والموضوع الثاني هو موضوع هل انه تصريف الاعمال مستمره او غير مستمره، يوجد البديل، من الذي يقوم مقامه؟ شو يقول على الدستور؟ هم ما معالج الدستور حكومه تصريف هذا موضوع اخر استاذ العزيز. أي. هذا التصريف الاعمال وردت في الدستور في موضعين، بالماده 61 والماده 64 مدتها شهر واحد فقط، والماده 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء ايضا تحدثت عن تصريف الاعمال، فقالت انه لا يحق له عقد الاتفاقيات، العقود، التوظيف، لا يحق له نقل الموظفين، لا يحق له تعديل الدستور، لا يحق له تشريع القوانين. تعرف جنابه هذا موضوع اخر زين استاذ، لكن الماده 81 اذا اخفق الكاظمي مثلا، ان هذه احتمالات، إذا أخفق الكاظمي سواء اعتذر أو لم يتم التصويت عليه أو لم يمنح الثقة، هنا الدستور يكمل بعضه البعض الآخر، تنتقل الأمور إلى المادة 81، هنا يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر ومرشحا آخر، هنا أيضا بداية الطريقة خلال 15 يوم وعند المرشح هذا 30 يوم لتشكيل الكابينة الوزارية، لكن ماذا لو أخفق هذا أيضا؟ هنا سكت الدستور، لن يعالج، لأنه هذه الاحتماليات المتكررة لن يعالجها الدستور. لا يوجد بلد في العالم 4 إلى 5 مرشحين يخفقون بهذه الطريقة. إذن العلة وين استاذ؟ إذن العلة في الجهة التشريعية في البرلمان وليس في المرشحين. هنا سؤالك نعود إلى نعم تفضل. نعود إلى طريقة حل البرلمان، كيف يحل البرلمان؟ كيف يحل البرلمان أستاذنا؟ بطريقتين، أما هو يحل نفسه بنفسه كما تقول المادة 64 والدستور، وهذا لن يحصل وموافقة الأغلبية المطلقة نصف العدد الكلي زائد واحد، والطريقة الثانية طلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية. سؤالك هذا، هل إذا جمع رئيس الجمهورية الصفتين يستطيع أن يحل البرلمان؟ هناك آراء متعددة، لكن أنا أميل إلى أنه رئيس الجمهورية إذا جمع الصفتين أي برهم صالح فإنه يستطيع أن يحل البرلمان، لأنه إخفاق البرلمان 4 أو 5 مرات متتابعة هذا عجز تشريعي. أستاذ علي، هنا أنت لفتت نظري بقضية، أنت الآن تتحدث بآراء، يعني وين الدستور الذي يحكم هذه القضايا؟ هذا رأي يقول هنا وهذا رأي يقول هناك، بينما الدولة والنظام السياسي يجب أن يكون محكوما بقواعد قانونية ودستورية. شوف أستاذ العزيز، أنا ما يمكن جنابك أستاذ نجم، ماذا أنا مدى قدامك الفيديو؟ أي أنا أستاذ نجم، نتشرف بك أستاذ نجم. هنا طبعا هو من الذي يحل الإشكاليات القانونية وتضارب القوانين ومخالفتها للدستور؟ المحكمة الاتحادية. هنا المحكمة الاتحادية الفيصل في حالة تنازع القوانين، تفسير النصوص الدستورية، عندما نكون أمام مشكلة من هذا النوع يتم استفتاءها، من الذي يستفتيها؟ أما رئيس الجمهورية، رئيس يا أستاذ علي داخلين على بختك، هو من يحترم المحكمة الاتحادية؟ ما السيد الرئيس الله يطول عمره كتب للمحكمة الاتحادية وقالت له من صلاحيتك، التموا الولد عليه هددوه شالوا المكلف، يا محكمة اتحادية بلد كل من مقوارة بيده والقوي ياخذ الرشيج، احنا نضحك على انفسنا؟ هذا الواقع، انا اسولف لك واقع. انا اتحدث لك، انا عملت بالقضاء، انا بتت يعني من كثر ما تحدثنا بالدستور، وهذا مثل ما تفضلت واحد يرفع واحد يكبس، بتنا نخجل أن نتحدث في الدستور. صدقني صادقني، بتنا نخجل أن نتحدث في الدستور، صدقني صادقني. هذا الذي يعني أنا عندما أتحدث أو أكتب في نص ويأتيك شخص آخر يكتب في اتجاه
هو اني انا شريد يا استاذ علي 17 سنة الولد يضحكون علينا، احنا ما نريد نضحك على شعبنا بخطاب، انتم الان اللي احنا نسوقكم حتى تقولون للناس الحقائق لانهم مؤتمنين. الولد ما اقدر ائتمنهم اني، يسولف على قول تهنى بعير وفرس، يسولف معلق. الخبير القانوني، شكرا لك استاذ علي التميمي. اعود اليك مره اخرى دكتور هشام الهاشمي. انا استطلعت راي الخبير القانوني علي التميمي، ولكن اذا اراد الزرفي ان ينفذ باي طريقه سينفذ؟ بطريقه التنازلات، بطريقه الذكاء والدهاء، ام يعبر بهم وينقلب عليهم؟ قصدك الاخ الكاظم؟ الكاظم يعني الزرفي الرجل، الزرفي هذا انا اتذكره من قد ما ادق عليه وما يرد علي، وانا وعدته ظل ببالي. ابو جعفر خوف يسمع حس اي لا، هو اخونا الرجل محترم وورد ابو جعفر يميل الى الحوار. اي بالنسبه للسيد الكاظمي، هو يرى انه لابد من مشاركه الكتل السياسية النافذة في رسم السياسات، لكن هو من ينفذ السياسات؟ الوزراء الذين سوف تفرضهم الكتل السياسية بحسب الضوابط التي ارتآها السيد الكاظمي، هو سوف يتعامل معهم بإحدى طريقتين. الأولى سوف يكون من صلاحياته الوكلاء والمدراء العامين، وهذه نعلم أنها هي هذه الحكومة العميقة والقوى التنفيذية الحقيقية، فبالتالي إذا أعطي هذا الملف ولم ينقلب عليه الكتل، تنقلب عليه الكتل السياسية، أنا أظن الوزير حتى لو كان فاسدا أو جاء بطريقة أو أخرى لا يستطيع أن يتخذ قرار بعيدا عن الوكلاء والمدراء العامين، ولو اتخذ قرارا خاطئا فإن الوكيل القوي يستطيع أن يوقف هذا. يعني أنت هسه صورت لي دكتور محاصصة من نوع جديد، أنتوا عين الوزراء وطوني صلاحية أشتغل بالوكلاء والمدراء العامين، هسه هذا فد نموذج آخر ما مألوف. هاي هسه أنت قلته يعني القوة السياسية عليها الوزارات عينهم مألوف، تعرف والكاظمي تحاصصوا من رئيس قسم، تحاصصوا من رئيس قسم إلى وزير، وبالتالي أظن هو سوف يقطع المحاصصة ما دون الوزير إلى رئيس القسم، ويبدأ بإما عمليات تنقلات، نقل هذا الوكيل من مكان إلى آخر، وإما يخرج كثير من الوكلاء الذين جاءت بهم المحاصصة بطريقة غير مهنية إلى التقاعد، أو يحيلهم إلى استشاريين. هذه حقيقة هي النقطة الواضحة في آليات السيد الكاظمي وبحسب برنامجه السياسي. أيضا سوف يركز على شيء مهم جدا، وهو يضعف صلاحيات الوزير خاصة في موضوعات المشاريع والمقاولات التي تعبث في المال العام، ويؤسس ما يسمى بالمبادرات. المبادرة سوف ترتبط به مباشرة، والوزير سوف يكون عضو في هذه المبادرة، وبالتالي سوف يكون له صوت، ورئيس الوزراء صوت، والوزارات الأخرى لها صوت في كل مبادرة زراعية، تجارية، صناعية، الطاقة والسياحية. هذه المبادرات حقيقة تشبه نموذج المؤسسات الذي كان العراق يعمل عليه في أيام السبعينات والثمانينات، وهم دون الوزارة وفي نفس الوقت هم أقوى من الوزارة في موضوعات التنفيذ. أنت، أنا أعرف بحكم صداقتنا أنت مقرب من السيد الكاظمي من زمان، يعني مو لأنه الآن راد يصير رئيس وزراء. أنت تتحدث وكلك ثقة أو مؤمن أن الكاظمي سيمر؟ لا أظن يعني لدي ثقة في هذا الموضوع. أنت تعرف وتعلم جيدا المفاجآت السياسية كبيرة، شاهدنا أنه أقوى كتلتين في الكتلة الإصلاحية سائرون، والكتلة البنائية الفتح، حينما
جاءت بدعم السيد محمد علاوي لم يمر، لأن هناك مفاجأة أن السيد المالكي أعطى عليه بيته، والسيد المالكي لديه تحالف استراتيجي مع السيد الحلبوسي والسيد مسعود برزاني، والنتيجة أنه فشل واعتذر الرجل. فالمفاجآت موجودة، لكن أظن الوقت ليس بصالح الكتل السياسية العراقية أن تخوض هذه المناورات، المناورات التي خاضوها مع الزرفي ومع علاوي، على اعتبار أنه الكاظمي حكومة جديدة تستطيع أن تأتي لهم بحل من الخارج، وأيضا هم بحاجة إلى حكومة جديدة أن تحاور الأمريكان ديفيد هيل وديفيد شينغر والآخرين الذين يريدون أن يحاوروا حكومة عراقية جديدة في حزيران القادم. هذه الحوارات هي مهمة جدا للأحزاب السياسية الشيعية المقربة من يا دكتور هشام، تريد إخراج نعم. أنت أمنياتك نقية مثل ما احنا ذول المقاريد بهذا الشكل، لكن المؤشرات والمعطيات تقول أن القوى السياسية تراجعت إلى أسوأ مما كانت عليه في المحاصصة، وراح يخلونا يجي يوم نتندم لو نتشلب بالمحاصصة، لأن هنالك معلومات أريد أن أتحقق بها وعنها من خلالك. هنالك أخبار تقول أن السادة الله يطول عمرهم في القوى السياسية الحالية التي تتفاوض طلبت من السيد الكاظمي إخضاع جهاز المخابرات والأمانة العامة لمجلس الوزراء وإضافة منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وأكو منصب ثالث حتى يستطيع أن يغطي بها مطالب الولد اللي يريدون يصيرون مسؤولين. شنو حقيقة هذا الموضوع؟ ما رضى بجزة رضى بجزة وخروف. هذه الاقتراحات، هذه الاقتراحات حقيقية، هو ليس مع اختصار الحكومة من 22 وزارة إلى أقل من ذلك كما هي كانت فكرة السيد علاوي أو فكرة الزرفي، هو مع مشاركة الجميع، وهذه المشاركة سوف تفرض عليه أشياء، لأن حكومة يعني تفرض عليه استحداث مناصب جديدة بالضبط، لكن هذه ليس كحكومة عادل عبد المهدي التي مثلا لم يشارك فيها، تشارك فيها الحكمة، لم تشارك فيها النصر، لم تشارك فيها زين. ماذا كان رد السيد الكاظمي الآن؟ أنا أظن هو هذا الموضوع لا يعتبر ناقض لبرنامجه السياسي، كما أخبرتك هو يريد أن يذهب باتجاه عرقلة الأزمات، التحديات الثلاثة الكبيرة، الثورة أو الاحتجاجات، كورونا والاقتصاد، مقابل القبول بمحاصصة القوى السياسية وإعطائها ما تريد بما فيه منصب مدير مكتب رئيس الوزراء يخضع للمحاصصة. هذه التفاصيل حقيقة أنا لم أطلع عليها، لكن الكثير منها هي ليست بعيدة عن الواقع. هذه التفاصيل لا تعني شيء بالنسبة لبرنامجه السياسي، عدا أن الكل ينبغي أن يدخل للمشاركة في رسم السياسات العامة سواء كانت الاقتصادية أو غيرها، حتى الكل يتحمل المسؤولية. هي مسؤولية قائمة على أنهم هم الذين أضروا بالنظام السياسي العراقي، خاصة الأحزاب المسيطرة، وهي التي أفسدت وهي التي بذرت المال. يا أستاذ قبل أن أختم وياك يا دكتور، السيد الكاظمي لا نريده أن يكون شاهدا على أن هذه القوى السياسية هي التي أفسدت. نحن نعرف هي التي أفسدت وهي التي قتلت وهي التي يجب أن تحاكم. الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي، شكرا لك دكتور صديق العزيز، تقبل تحياتي. مشاهدي الكرام، أذهب إلى الجزء الثاني والسيد علي العبودي نائب عن تيار الحكمة، ولكن بعد هذا الفاصل تقبلوا تحياتي. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام، الجزء الأخير من بغداد. أنتقل الآن إلى الاستوديو في بغداد
وبداية أرحب بالأستاذ علي العبودي النائب عن تيار الحكمة. أهلا وسهلا سيادة النائب، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف ألف خير. حياكم الله، رمضان كريم لك ولجميع المتابعين. أستاذ علي، سيادة النائب، أين يكمن جوهر الخلاف للقوى السياسية مع السيد الكاظمي وبالذات القوى الشيعية؟ هل الخلاف يكمن على أسماء الكابينة الوزارية أم على الآلية التي اختطها أو اتخذها السيد الكاظمي في ترشيح أو اختيار هذه الكابينة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء تحية طيبة لك ولجميع متابعي قناة التغيير، وشهر رمضان خير وبركة على جميع الأمة الإسلامية لا سيما أبناء الشعب العراقي بالمجمل. فيما يخص الاختلاف بين القوى السياسية، يعني ابتداء في داخل البيت الشيعي كونه المعني بتسمية رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد المخاض العسير والتعثر الكبير لطرح مرشحين في فترة قريبة في ظل تحديات جدا كبيرة يعاني منها البلد، ترى أزمة كورونا والتدني أسعار النفط بشكل هائل، يعني هذه يفترض أن تكون وسائل، يعني على الرغم من ألمها لكن يفترض أن تكون يعني وسائل ضاغطة من أجل أن يكون هناك عصف ذهني في عملية إنتاج وتسويق شخصية من خلالها أن يتم عبور المرحلة اللي يمر بها العراق. نعم. لكن للأسف الشديد الاختلافات في وجهات النظر والاجتهادات، يعني قد يعني هذا الطموح ممكن أن يتحجم تارة بأسس قد يعني يرى البعض أنها هي صحيحة. مثلا للأسف الشديد أيضا الدستور نهاياته لم تكن مغلقة، نهاياته مفتوحة، فعندما تكون النهايات مفتوحة يكون باب الاجتهاد أيضا مطروح، وعندما يكون باب الاجتهاد مطروح يبدأ الهوى السياسي هو الحاضر، ولربما الهوى السياسي يكون أعلى من الدستور، وهذه واحدة من المخالب العبثية في أداء العمل السياسي. في هذه المرحلة بالتحديد هناك وجهات نظر بين القوى السياسية، هناك يرى يعني قوى سياسية فوضت السيد الكاظمي بتسمية ما يراه مناسبا من استحقاق الانتخابي، تمام، وقوى سياسية أخرى يعني متشبثة أن يكون لها موقع سياسي، وهكذا هذه الأمزجة شلون تنجمع في ظل فترة شهر يفترض أنه السيد الكاظمي أقل من الشهر أنه يقدم هذه الكابينة. تسألني على القناعات الخاصة، قناعاتي الخاصة اللي أؤمن بها، وأنت أستاذ نجم يعني حضرتك تعرف أنه أنا رجل صريح تارة يعني أمام الجمهور. أستاذ علي، أنا عندي علاقة مع عبودة، وعبودة خوزلم، وأدري بيهم بالتظاهرات كان لهم موقف، وأنا ربعي أعرفهم، فريدك اليوم ما أقول لك التنائب لأن هواي صاروا نواب، بس أقول لك احتيها على طريقة عبودة. نعم أنا عبودة خب يعني أشرب بهم كثيرا، لكن للتصحيح أنا عبودي أي وليس من عبودة أي، فماكو فرق، كلكم ولد عام، فاصل بين الاثنين. أنا من خلال يعني قناتكم نعلن بشكل واضح أنه للأسف الشديد أنه القوى السياسية لا تحدث بالمطلق، لأنه هناك من هو يعني يكون هم وطن ومواطن، وهناك من يكون هم الأنا والهوى وكفى، حتى لو عند استعداد البلد يحترق ما راح يتأثر. هذه مشكلة تحتاج إلى تشخيص، هذا التشخيص تارة يكون من الجمهور وتارة يكون من قبل القوى السياسية. احنا من ضاعة البوصلة، وأقصد بالبوصلة الدستورية اللي هي من هي الكتلة الأكبر، هذه التقاطعات الكبيرة اللي جاي تحصل واللي جاي تشوفها سببها هذه غياب هاي البوصلة. من هي الكتلة الأكبر؟ كانت المحكمة الاتحادية اللي يفترض أن تكون المأمن اللي نلجأ له عندما تكون هناك تقاطعات، لكن المحكمة الاتحادية لم تعلن بشكل واضح من هي الكتلة الأكبر، وأعتقد وأيضا من خلال قناتكم
قلت لربما ليس الجانب العددي هو يحدد من هي الكتلة الأكبر، وإنما السلاح ممكن أنه هو يحدد الكتلة الأكبر. السلاح. والدليل الآخر أنه رئيس الجمهورية بعد استقالة الحكومة يسأل بعد سنة، يسأل البرلمان ويسأل المحكمة الاتحادية من هي الكتلة الأكبر. جاي تلاحظ من توزعت الوزارات في حكومة الدكتور عادل عبد المهدي، توزعت 9 يمين و9 شمال، وهذه إشارة واضحة على أنه ستر علينا كأنما. هذه معيبة بالعمل السياسي علينا. يعني شوف كل هذه البلدان اللي تحترم نفسها وبيها نفس من الديمقراطية تنطلق بجناحين، أما أن تكون يعني عملية التشويش في ذهنية الناس، وفرة أحزاب، وفرة قوائم، وتعال أنه يجي هذا الشخص المتصدي يرضي الجميع في موازنة خاوية، في رصيد مالي خاوي، في تحديات إقليمية على أرض العراق، في يعني تفاصيل كثيرة تحتاج. ولذلك أستاذ علي، جادة. أنت نعم. الآن كنت مصيبا في التوصيف عندما تقول القوى السياسية تستغل النهايات المطاطية والثغرات في الدستور، وهذا يعني لا يحتمل إلا أن يكون أسلوبا شيطانيا بالتعامل على حساب المصلحة الوطنية. الآن البلد في أزمات يقتضي أن تغادر هذه الهفوات باتجاه المصلحة الوطنية، ولكن القوى السياسية الآن تتعامل بمحاصصة أعلى مما كانت عليه. وقبل قليل أنا كنت قد سألت السيد الهاشمي، الآن يستحدثون 5 مناصب: الأمانة العامة، المخابرات، مدير مكتب رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والاقتصاد. حتى تستوعب هذا، كيف يمكن لهذه القوى السياسية أن تقود بلدا ممزقا تعصف به الأزمات والمواطن يثق بها في هذه المرحلة؟ نعم. أنا أقول القوى السياسية أمام محترق جدا كبير، وأمام تحديات كبيرة. لربما اليوم كورونا هي اللي محجمة ومهدئة الشارع. أنا أقول يعني من خلال قناتكم هناك انزعاج جماهيري واضح، وهناك انزعاج مرجعي واضح، وهناك من يراقب من القوى الإقليمية والعالمية ما هو الأداءات اللي تصبح. احنا اذا يعني امام كل هذه التحديات خلال 17 سنة من الإرباك، وليس 17 سنة من الإنجاز. 17 سنة لم نتبنى ثقافة أحدنا يكمل الآخر، بل اقتربنا إلى ثقافة أحدنا يكسر الآخر. في ظل هكذا مفاهيم كيف تبنى دولة؟ ليش وصلتوا أنفسكم بهاي المنهجية؟ ليش هذا اللي طفى على السطح؟ ليش ماكو خيارات أخرى؟ بدل ما تزيح صاحبك اقعد بصفه. هذه يعني ثقافة استاذ نجم، ثقافة الإيثار هي ثقافة معطلة وليس ثقافة حاضرة على الأرض. عندما كل منا يرى نفسه رأسا كمزرعة البصل تظهر هذه التحديات الكبيرة. أما أنه أنا أشوف سعيد من اكتفى بغيره عندما نرى شخصية مؤهلة لها رؤية ولها فكر تستحق أن تكون في المقدمة وباقي القوى السياسية أن تكون خلفها، لكن هذا غير الواقع اللي نتحدث لك به. الواقع يتحدث عن غير شيء. أما حديث مغادرة المحاصصة، هذا الحديث بدغدغة مشاعر الناس وفيه نوع من الكذب والبهتان. أي محاصصة هذه اللي إحنا نقدر نتغلب عنها؟ في تشكيل اللجان داخل مجلس النواب حتى نفتهم من هو هذا الوزير، شنو جنسيته؟ شيعي، كون تخلي قباله رئيس لجنة سني. شنو هذا؟ كردي، كون تخلي قدامه شيعي. وهكذا هكذا يعني في ظل هكذا مفاهيم قاصرة كيف يبني البلد؟ إذا كانت التنوع عنوانه ومعياره كفاءة ونزاهة فأهلا وسهلا ومرحبا،
أما إذا كان عبارة عن أنه كون هذا يتركب القضية بأي عنوان كان، كيف يبنى البلد؟ تخيل بلد في كل موارد النجاح، كل موارد النجاح موجودة فيه، طبيعية، موارد مالية، موارد بشرية. من هو هذا القائد اللي قدر يمزج هذه الثلاث ملفات ويخرج بملف واحد عنوانه بناء العراق؟ من؟ لغاية هذه اللحظة لا يوجد. لا نريد أن نحمل قوى عن قوى أخرى وننذب، يعني اللوم كله يصب في قضية معينة. أنا أقول القوى السياسية مشتركة في النجاح، والقوى السياسية مشتركة في الإرباك والفشل والتراجع والتراخي، لكن للإنصاف كل حسب وزنه وحجمه. اليوم عندما تكون في قضية معينة وتطرح فكرة تشعر أنه أنت والمراقب هي فكرة رائعة، لكن عندما تطرح ولا أمر لمن لا يطاع، فيفترض هنا عندما نوجه اللوم يكون اللوم بذلك ليس باتجاه الفكر المنتج الأمور، وإنما باتجاه الفكر المستهلك اللي ما يسمع واللي ما يزغل. أنتم تيار الحكمة يا أستاذ علي، أنتم تيار الحكمة، هل أنتم مؤمنون أن السيد الكاظمي هو رجل المرحلة وهل ستدعمونه، أم أنتم مضطرين أن يكون هذا الرجل لتفادي مزيدا من الأزمات؟ مع أي خيار أنتم؟ نعم، احنا من البداية ثبتنا موقفنا بشكل واضح، المرشح اللي يحظى بمقبولية وطنية نحن سوف ندعم هذا الخيار بقوة. لا زال لحد الآن دعمنا واضح للسيد الكاظمي لأسباب، لأنه من خلال التجربة اللي شفناها، من خلال احنا عندنا تجارب كنا نستفاد من عتها، وهذه التجارب مو كان يا ما كان في قديم الزمان، هاي تجارب ما صار لها يعني 4 أشهر تقريبا. نعم. بلد مثل العراق يستهلك ويحرق رؤساء مجلس وزراء خلال فترة جدا قصيرة، استقالة حكومة عن تقديم السيد علاوي، عن تقديم السيد الزرفي، عن اليوم مرشح مكلف هو في دور الإحماء على الخط، سينزل للساحة أو ما ينزل بعد. هذه يعني تعطيك إشارة واضحة على أن الوهن والضعف هو سبب في الأداء. عندما لا تكون هناك بوصلة واضحة ورؤية واضحة يلتفت جميع حول أستاذ هذه علي. الرأية أستاذ حول علي. هذه البرة أستاذ مشكلة. هذه التوصيفات لا. اليوم اللي يبيع تشمبر والبروفيسور بالجامعة يعرفها. أنا أريد حديث الكواليس. لا يغرنك هتاف القوم في الوطن، فالقوم في السر غير القوم في العلن. هنالك قوى سياسية الآن مع الأسف أقولها أمام الشعب العراقي، والشعب العراقي يدرك هذا تماما، تخدع الشارع بكلمات معسولة، ولكن في الحقيقة هي ليست مع الشارع وليست مع الشعب. ماذا يجري في الكالوس السياسي مع السيد الكاظمي؟ يعني أنا ذكرت لك الكثير ما هو مبطن في داخل ما يدور داخل الكواليس، ولا نتحدث يعني إلى مع الشرف الرفيع للي يعني لصاحب التشمبر أو غيره. أنا أتحدث لك فيما هو يعني اللبيب في الإشارة يفهمه، واضح اللي جاي قصده فيما داخل باطن الحديث. هناك يعني تحديات كبيرة، هناك اختلاف وجهات النظر في عملية اختيار الوزراء، في عملية استحداث بعض المواقع لغرض ارضاء سين او صاد. يا دكتور يا استاذ علي، هذه يعني الاختلافات في وجهة النظر، هذا ثالث مرشح، لماذا لم تتوافق في داخل البيت الشيعي وجهات النظر؟ بل في كل مرشح تزداد الاختلافات ويزداد الطمع. قل لي المصيبة وين؟ هاي هذا الاختلافات نعم، من يغذيها؟ من وراها؟ نعم، ليس بالمناسبة يعني الاختلاف في وجهات النظر، يعني هسه لربما الإعلام يعني بوصلت باتجاه البيت الشيعي، وأنا يعني من خلال قناتكم أقول هناك أيضا مواقف متباينة واختلاف في وجهات النظر في المكون مثلا السني، اختلاف وجهات النظر في المكون، لكن عندما يبدأ الخلاف داخل البيت الشيعي بكون هذا استحقاقكم، أيضاً هذا استحقاقكم يجب أن تدافعوا عنه، وبالتالي تقدموه يعني للقوى السياسية
أنتم تدعمونه، لكن عندما يكون الخلاف داخل بيتكم الآخرين سيطمعون بكم. نعم، أنا ذاكر هذه القضية بالمناسبة بصوت عالي، قاعد أقول طالما يعني البيت الشيعي له الحظوة الأكبر في داخل مجلس النواب وله الحظوة الأكبر في داخل مجلس الوزراء، فعليه يكون هو الخيمة إلى هذا الوطن، ويكون هو الخيمة للأخوة الآخرين من المكونات الأخرى. عندما تكون هذه الخيمة يعني صاحبة أوتاد وركيزة قوية، فالآخر سوف يكون ينضم تحت هذا الجناح بكل اطمئنان. لكن عندما يكون هناك يعني هذه قلت لك القضية الأساسية اللي قبل شوية تحدثنا بها وقلنا أنه بعضا كل منا يرى نفسه رأسا، هذه مشكلة في عملية البناءات. شوف ما راح نشوف، أنا أقول لك إياها، ما راح نشوف توفيق، لأن إحنا يعني شأنية بعض القوى السياسية ترى نفسها فوق الدستور، وهذه مشكلة. اذهب لي إلى الحل يعني سيد الدستور علي. يفترض هو السقف علي. الأعلى دخلني اللي بالحل. يفترض كل القوى السياسية تكون مادون. ما هي الحلول إلى هاي الخيمة ما بها أوتاد وما بها تماسك وعلى مدى من حكومة عبد المهدي إلى اليوم؟ خلينا ندخل بالحلول، شنو الحل؟ نعم، الحلول يعني حلول واقعية أم حلول مع الرغبات والتمنيات؟ لا واقعية مثل ما الله يرضى بها. الله يرضى بها. احنا بالنسبة لنا بالحكمة ثبتنا قضية أساسية، قلنا هذا البلد ما راح ينطلق للأمام إلا تكون فيه محورية الانتخابات بجناحين، جناح حس نريد نسميه إصلاح وجناح نسميه بناء على سبيل المثال، وتشترك القوى السنية والكردية في هاتين الجناحين. من هو الأقرب لهم في الأجندة السياسية؟ من هو الأقرب لهم في المنهاج الحكومي؟ من هو الأقرب لهم في الرؤية والفكر؟ ليس تحالفات بهذا العنوان، وجوه متآلفة وقلوب متخالفة، مو هذه التحالفات اللي تبني بلد. أيهما يحصل على أعلى الأصوات هو من يشكل الحكومة. أما سفينة نوح كلها تريد تشترك بالحكومة وكلها تكون ترضى وكلها تكون يعني تمتهن ثقافة التهديد والوعيد، ما أعتقد أنه إحنا راح نبني دولة. وشفنا التحديات الكبيرة اليوم مثلا يعني تعتقد أستاذ علي وحالة تعتقد نعم. أستاذ علي قوى سياسية بهذا الشكل وبهذه المنهجية، هل ما زلت تمني نفسك أو هل ما زلت تعتقد أو هل ما زالوا يعتقدون أن لديهم إمكانيات في بناء دولة وهم خمس مخبطين بحزب ما قادرين يلمون أرواحهم؟ لا، هي ليس يعني، وأنا قلت لحضرتك هذه النظرة طبعا هي ليس عامة، هي هذه إذا نثبت هذه القضية عامة فإحنا نقترب إلى الثقافة السلبية، كلهم مخوش أوادم، كلهم سلبيين، كلهم، وهذه ثقافة مخالفة ومغايرة أصلا لثقافة القرآن. لكن أنا هنا عندما نشخص هذه العلل، هذه العلل يشترك بها الناس بقضية أساسية، أنه عندما تكون التأشير بالاتجاه الشخصيات رجالات الدولة مو رجالات الأزمة، عندما يكون طبعا هناك شحة جدا كبيرة بالمناسبة لرجالات الدولة وهناك وفرة برجالات الأزمة، فأمام هذه المتبنيات وعملية كيفية البناء يعتقد البعض منهم ويعني يرى أنه في ثقافة الأنا ممكن أنه يكون حاضر في الميدان. ثقافة النحن اللي هي تبني المجتمع بشكل سليم، هذه ثقافة يعني للأسف الشديد لا أستطيع أن أقول غائبة تماما، لكن ما زالت تعاني من الضعف وما زالت يعني تستغيث في يا أستاذ علي معذرة يا أستاذ علي. نعم، أنا هذه الثقافة التي ترسخت عند الناس هي جاءت بعد أن تعاملت مع المنجز، تعاملت مع المنتج في وقت الوفرة أزمة، وفي وقت الحرب أزمة، وفي وقت الأزمات يضيع الشعب، ثلثي الشعب العراقي في ظل هاي الطبقة السياسية يعيش تحت خط الفقر، هاي أرقام رسمية من الدولة. أنت انطيني أو صلح إلى الآخر إذا صارت لديه ثقافة من هذا النوع
بالتعامل مع هذه القوى، كيف ممكن تقنعه أو شلون أنا أقدر أقنعه بالخطاب؟ نعم، يعني جمهورنا للأسف الشديد يعني خلال الفترات الماضية كان هناك يعني هناك الوعود وهناك الحديث بأطر يعني كأنما مرصعة بالذهب لكن محتواها خاوي، بدليل كل الملفات اللي احنا نتعامل بها إذا ردنا نتحدث بالملف الصحي، الملف التربية، ملف التعليم، ملف أي ملف، ملف الثقافة، أي ملف من الملفات، نشعر أن هناك خجل كبير في الأداء. نجي هنا شلون نقنع الناس في ظل هذه المرحلة والتحديات؟ وما راح يقتنعون منك، لا منك ولا مني، ما راح يقتنعون. أنا هنا قدامي أنا قدامي خيارين، أما هو المواطن يشتغل بالمرتكزات الذهنية ويحمل المسؤولية لمن هو متصدي. أكو فرق بالقضية، اليوم عندما تكون تتصدر للمشهد فيفترض أن تحاسب على كل شيء، وعندما تكون في موقع تعطي أفكار وتعطي رؤى. تعرف أستاذ علي قبل أن أختم بسؤال أخير، لم تتبنى هذه مشكلة. تعرف أنا بسؤال أخير، أنا راقب عمل كل القوى السياسية، اللي عجبني بيكم الحكمة في شيء، أنتم في قضية المواقف دائما تقفون في منطقة وسطى تراقبون ما يجري، وبالتالي تحددون خياراتكم بناء على ما يجري وتذهبون مع القوي. نعم نعم نعم. أنا أقول في سنة 2010 وفي سنة 2000 والانتخابات اللي ب 18 كان لرأي الحكمة أن تكون خارج التشكيلة الحكومية. هل أنه ذهابنا باتجاه القوي أم كان ذهابنا باتجاه فرادة؟ هذه قضية، لربما هذه الثقافة لم تكن موجودة في الواقع السياسي أن تكون خارج الكابينة الحكومية. أما ثقافتنا أنه إحنا ننتظر منه، أيضا هذه ما موجودة في قاموسنا، بدليل أنه إحنا يعني عندما يكون هناك شرخ واضح وتحدي كبير نعلن بصوت عالي هذا الموضوع. أما تسألني إلي اليوم البلد يمر في محترق خطير والقوى السياسية أجمعت بعد تجاوزها على الدستور على شخصية معينة، فنحن مع هذا الترشيح بقوة. تسألني إلي إذا كان هناك خيارات يعني جيدة ونذهب باتجاه نذهب، أي قضية ممكن تنتشلنا من الوضع ممكن. اليوم حكومة تصريف أعمال لا صلاحية، موازنة لم تقدم. أنا كنت أتمنى أستاذ علي أن البلد معطل الوقت وهكذا. أطول ونتناقش الحديث صراحة وياك ممتع، لكنه أنا وعدك في حلقات أخرى ممكن نحن نكون على مدى ساعة في هذا الحوار الفكري. السيد علي العبودي النائب عن تيار الحكمة، شكرا جزيلا أستاذ علي، وشكرا لكم مشاهدي قناة التغيير. غدا إن شاء الله سأكون معكم على مدى ساعتين، سيرافقني السيد وزير الزراعة في الساعة الثانية. تقبلوا تحياتي.